من ضمن الأسئلة، لو أنا جه حد عاوزني أروح للطالب البيت، طالب في ثانوية هيكون مثلا 8 حصص في الشهر، يكون بكام الشهر بما يرضي الله؟ أنا مدرس مبتدئ. طبعا على حسب المكان، ولكن أنا أعتقد بأنه المتوسط لهذا الموضوع أولا 8 حصص في الأسبوع كتير جدا جدا، فنصيحتي أنه بلاش يبقى 8 حصص، لأنه مش بالكم بالكيف. ممكن تبقى تحديدا يجي البيت مثلا، ممكن تبقى الاجمالي بتاعها 500 جنيه مثلا، هيكون متاح بشرط ان يكون 8 حصص في الشهر. 8 حصص في الشهر ب 500 جنيه يعتبر كويس، لان ده درس برايفت هو بس، ما فيش حد تاني معايا، فدي من ضمن الحاجات اللي لازم تاخذها في الحسبان. في على حسب طبعا المنطقه، لو في مدينتي او كده ممكن تبقى مقبوله، في بعض الاماكن التانيه اقل، فممكن تبقى طبعا الحصه تبقى نظامها حصه مثلا لو 8 تبقى ب 50 جنيه، 70 جنيه، 100 جنيه، ده في بعض المناطق الفقيره جدا. في مناطق تانيه الحصه تبقى ب 200 جنيه، تبقى الباكج كلها ب 1000، يعني على حسب كل هذه التفاصيل حدد، ولكن اعرف الرينج بتاعك، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.